الحياة اتجاهات ومواقف ومواجهات. لما غنت فيروز دايما بالآخر في آخر في وقت فراق، تأكدت إنه لا مفر من الوداع. كتير قصص بتبلش وبتخلص، ومع كل بداية ونهاية نولد من جديد. بهالبرنامج لقيت بوصلتي، تعرفت أكتر على حالي لما نبشت بأعماقها وسمعت صوتها وطلعت على الضوء اللي فيها. وهلأ دايماً في آخر في وقت فراق، بوصلتي رح تكمل تبرم فيي وبضيوفي، ورح تضل تحطنا قدام اتجاهاتها ومواقفها ومواجهاتها. بختام هالمسار بتوصل الحلقات للنهاية ليولد دايماً لقاء جديد. والليلة لآخر مرة ضيوف البوصلة رح تجمعن طاولة الحقيقة. ضيفين رح يواجهوا اتجاهاتهم ومواقفهم، ولآخر مرة رح أسألهم عن أبرز المحطات ووجهات نظرهم بالمهنة والحياة. ضيفتي رنا ريشا، ممثلة سورية شقت طريقها رغم الصعوبات بأدوارها وشخصياتها، تركت لمستها ونظرتها وتصورها الخاص، وقفت على خشبة المسرح ورسمت حضور مميز بالسينما والتلفزيون. ضيفي جان دكاش، ممثل لبناني ومعالج بالدراما، سكب من شخصيته على الشخصيات اللي أديها وأعطى من قلبه. بوصلته دارت فيه وما وقف يسمع نداءها، هي اللي شكلت نضجه وعرفته أكثر شو بده شو بيستاهل. مساء الخير رنا. مساء الخير. مساء الخير جان. مساء الخير. برحب فيكم عبر شاشة الـ LTV، وأهلا وسهلا فيكم قدام بوصلتكم. جاهزين لنواجه البوصلة لآخر مرة؟ جاهزين. يا نبدأ مع بوصلة الاتجاهات، فيها رح نتعرف على اتجاهاتهم وعلى الخيارات يلي رسمت مسارات حياتهم، ونسأل شو عملهم الأشخاص اللي هن عليه اليوم. جون، العلاج بالدراما كمل شغفك بالتمثيل، ورنا هالشغف ضل يحركك رغم الصعوبات. جون، التمثيل منه كافي لتملي اللي ناقصك؟ مش منه كافي، وهو مش تمثيل كمطلق تمثيل، حيالله مكان، حيالله طريق بتختار انك تمشيها. بالنسبة لي شخصيا منه كافي، لأنه صار لي تقريبا 13 سنة خبرة بالتمثيل، وخلال هيدي المسيرة اكتشفت انه دايما عم بوقف عند سؤال ليه أنا موجود؟ سو دايما في اسئله وجوديه، اذا بدك ليه انا موجود بالحياه، شو الهدف من وجودي. المسرح اعطاني بمكان ما اني روح اعمق له. اول شيء ساعدني على الصعيد الشخصي بالنمو الشخصي، اني اشتغل على حالي اكثر، خليني ذوق اذا بدك طعمه العلاج من خلاله، لانه انت عم تلعب شخصيه، عم تحرك شيء بمشاعرك، عم تشتغل على جسمك. يعني اعطاك الجواب المسرح؟ اعطاني الجواب، وداني اذا بدك وداني اني روح اعمق فيه للتمثيل. روح على العلاج بالدراما. العلاج بالدراما هو مكان امن فيه، بتعبري عن حالك، بتنمي شخصيا على كل الاصعده، ان كان عقليا، نفسيا، عاطفيا، الى اخره، اجتماعيا كمان. بمكان ما حسيت انه انا ما بدي اختبر لحالي هذا الموضوع، فانا لا بمطرح ما بكون جزء اذا بدك من احداث تغيير بركه ايجابي بكل شخص بلتقى فيه. فلقيت انه هي المعنى، معنى وجودي بالحياه، اني اكون بركه عم بنمى انا شخصيا، وعم ساعد اشخاص انه يكتشفوا قد ايه اهميه اني انا انما ما اكتفي باللي انا فيه، لا بالعكس اسال بعد اسئله اكثر، كل يوم اسال اسئله، انا مين؟ وانا شو عم بعمل هون؟ ولوين رايح؟ وشو دوري بهالمجتمع؟ سو انا ما بوقف عند ممثل فقط. أكيد رح نعرف أنت مين خلال الحلقة. رنا، أصريتي على الحلم وحاربتي لتوصلي، بتندمي على اندفاعك هيدا؟ مو بمعنى الندم، بس أنا حسيت لو كنت بهذا الوعي اللي وصلت له هلا وبهذا النضج، كان ممكن يكون خياري مو تمثيل. شو كان خيارك؟
مثلا شيء له علاقه بالطب، يعني كان عندي هذا الاهتمام، وحسيت انه بهديك المرحله ما كان عندي شغف كثير انه اروح ادرس معهد عالي فنون مسرحيه، احقق هيك حلمي وغوص وجرب. بس هلا بعد التجربه يعني حسيت انه كان فيني اعمل شيء ثاني يغنيني اكثر. بس انت قلتي لي انه كان بيغنيكي هيدا الشيء اكثر من التمثيل، التمثيل ما عطاكي هال مو معطاني. لما فتت على التمثيل وقت كنت بدي اخذ هذا الشيء بهذا الطريق كان الشغف كبير. بعد ما فتت على المعهد بتنقطعي شوي عن العالم الخارجي 4 سنين بتتخرجي، هلا وقت تخرجت بترجعي للصفر في حال كل الخريجين. بالصفر وقفت شوي هيك تفاجأت بالوضع. تفاجأتي بالواقع؟ ايه، فحسيت انه ما هون يعني هون تزعزعت شوي انه مو مثل ما كنت انا مفكره، انه الساحه للموهبه اكثر، الساحه لتثبتي حالك وتكوني حاضره وانت يعني موهبتك هي اللي بتدعمك. جون قبل النضج هيك خلينا نحكي قبل ما تنضج، بدنا كثير نصير ناضجين. اي دعسات ناقصه مرقت بحياتك المهنيه لعلمتك الطالب بحقك؟ هلا بركي شوي من الاجابه اللي جاوبتها شوي لها علاقه بالموضوع اللي انا كمان بفكر فيه. كمان انا كمان تخصصت مسرح بالجامعه اللبنانيه، والدعسات الناقصه بركي هي اني انصدمت بواقع يمكن ما بعرفه كنت بعد. وهون بركي بنوع على فكره كثير مهمه، انه لاحكي بلبنان ما في، يمكن بركي ما بتلاقي شركات على القليلة أول ما أنا بلشت، شركات بركي تتبنى مواهب تمثيلية تشتغل عليها، تساعدها كيف تخطي خطواتها مزبوط، بمين توثق، أي نص توافق عليه أي نص لا. سو أنا فتت على هالمجال ما بعرف شيء، ما بعرف أوثق بحدا، يمكن ما بعرف مين لازم أوثق، ما بعرف أقول لا كنت على نص، وما بعرف أقول لا على مبلغ مالي بركي بده ينعطاني. هول الدعسات ناقصة من ميلي، ومن ميلي تاني ما كنت بعرف. سو تملوم حالي كثير. تاكل حقك؟ بمطارح اكيد بتاكل حقي، لانه ما كنت لاقول المعنى الصح، ما كنت بعرف قيمه نفسي. ولانه كنت مبلش بعد صغير بالمهنه، اليوم صار لي 13 سنه، اليوم انضج اوعى، اليوم بعرف اقول لا، اليوم بعرف نقي، اليوم انا رحت على تعمقت اكثر بالمسرح، صرت معالج، سو انا صار في ابني هون كمان. اليوم تغيرت شخصيتي. انت كمان رنا اخذي حقك او لا؟ لا طبعا. لا ما فيك تقولي انه اخذتي حقك، لانه السينما انا عملت شغل كثير مهم، بالمسرح عملت كثير شيء مهم، حسيت حالي ارتويت هيك مشبعه. لسه بقدم اكيد وعندي طاقه لاني اشتغل بالسينما وبالمسرح، بس كنت يعني حاسه انه هيك في شيء اغناني روحيا. بالدراما لا، ما اجى ولا مره، ما عملت ولا دور لحد هلا حسيت انه هذا الدور انعطى لرنا او رنا بتقدمه بغير طريقة، أو خلينا نشوف هاي المخلوقة شو عندها موهبة، شو عندها أدوات، شو ممكن تغني، شو ممكن تعمل من هذا الورق شخصية جديدة فيها هيك حياة، فيها لحم ودم. لسه ما حسيت إنه أخذت هاي الفرصة حقيقة ولا مع حدا. طب رنا دور مين أو بأي مسلسل كان في دور أنت بتحبي كنت تأديه وبتعملي فرق فيه كبير كتير؟ في كذا دور، ما في دور واحد، يعني في كذا دور بكذا عمل كان ممكن اعمل شيء. هلا ما بدي اسميه مشان ما يكون انه بهذا الدور انه انا فوكسي عليهم، بس بكذا عمل في ادوار كثيره بتقدري بس فيك يعني فيك تعطيني هيك كذا دور كادوار يعني. هلا طب رح اختار شيء برات سوريا ولبنان. ممكن نحكي مثلا بالعمل اللي انعمل السنه الماضيه بصله رحم. كمان يعني كان في دور الدكتوره اللي ما بتقدر بسبب تعرضها لحادث انه بتفقد الرحم، فهي بدها بيبي. كثير الدور معقد ومركب، وشخصيه بصير عندها هي دكتوره نفسيه وبتصير بعدين عندها مشكله حقيقه، فكيف هي بدها تعالج حالها وتطلع من القصه. الدور كثير حلو وغني، كثير حسيت انه ممكن يكون انا بهذا الدور طبعا، مع يعني مع احترامي بس ليه حبيتي تهربي خارج سوريا ولبنان؟ يعني بتخافي من الممثلات ما يقولوا غيري مثلا ولا شو؟ لا لانه هلا صرنا بمحل حقيقة ما بعرف انه اذا بتعرفني انه بمحل انت بتطلعي على التي في او على اي لقاء بتقولي
اي اسم حدا سواء يعني مخرج او ممثل او ممثله، فبصير انه بيطلع الترند انه هي قالت بدها دور هذا، فرنا ريشه بدها محل فلانه. هو ما انه هيك ابدا، ما بتمنى غياب حدا من دور معين، فهربت لشيء ثاني يعني برات سوريا ولبنان. في ادوار كثير انعملت بالدراما المشتركه حلوه كثير، مثلا في دور بولاد بديعه تبع دور سلافة معمار كتير حلو مع أداء جميل جداً يعني من مدام سلافة، بس إنه هو أنا مثلاً هذا الدور كتير حلو بيغني للممثل أو يعني بيخليه كان ممكن تعطيه أكتر؟ كان ممكن تغيري فيه؟ لا ممكن أدي بغير طريقة، بس هذا ما بيعني إنه أدته ما حلو، بس أنا هذا الدور اللي بيغريني إني أفكر فيه إنه هذا الدور حلو أعمله، فهمتيني؟ يعني هذا حلو كتير. في دور مريم بالنار بالنار كمان حلو كتير، حلو. على كذا بعد يعني نجمة كاريس بشار، اي على مستوى الروحي او المستوى المعنوي فيه كتير شغل حلو، بيغريكي كممثلة انك تفكري بهيك دور انه هذا الدور ممكن ايه انه انا اعمل فيه شغل وحس حالي انه ايه ارتويت، مو بفكرة انه اخده من حدا او لا. وبالنهاية كل حدا بركي عنده، كل حدا بركي كل ممثل يعني عنده شخصيته الخاصة وعنده طريقة تفكيره، فبركي بتاخده او انا اذا لعبت دور كمان. انت شو كنت مثلا بتحب انك تاخد دور معين؟ هلا ما في شيء براسي صراحة، بس هالقد ما خطر لك هيك دور معين هالقد معلم ببالك يا ريت انا كجون دكاش انا عملته؟ هلا دور بمسلسل صراحه ما عم يقطع براسي دور، بس بحب شخصيه كثير، شخصيه المسرحي ليمون جباره، بحب العب هالدور، انا بحبه كثير على الصعيد الشخصي. كنت من عواميد المسرح اللبناني ما بعرف، يمكن افشل فيه، بس انه هيدا حلمي. اي مو بالطبيعي حلمي اني افتش يعني اكثر بريمون جباره، اعرف عنه كمان أكثر. ممكن انا عم اقول لك على يعني هي الفكره انه ممكن تعملي له دور وما تطلع يعني حتفشل، يعني هذا ممكن مانو يعني، لانه احيانا كمان الواحد هيك بيروح لشكل من الاداء، في شيء له علاقه بخصوصيته بشخصيته بتجربته بطريقه تعاطيه مع الدور. جون الفنان البلا واسطه وصلته بتساعده انه يوصل او شو يعني بتصعب عليه الموضوع على الاخر؟ لأن نكون واقعيين انه اكيد الواسطه بتلعب دور يعني، وهذا اللي بركي ما عرفت اعمله ببداياتي لانه ما بعرف شو احكي، بركي ما بعرف مسح جوخ، ما بتعرف تساير. ما بعرف بلا بعرف ساير، بس انه ما بعرف مسح جوخ مثل ما قلت يعني ايه بتعبر عن كل شيء، اني استفيد من شخص لحتى اوصل الى مكان اخر، انه ما بحياتي عملتها ولا، واليوم اكثر ما بيعني لي بقى اعملها، بتزعل بس انه ليكي في اشخاص وصلوا في ناس دعمتهم، وانا مش ضد الدعم يعني، اوقات تبني بناء معارف كثير مهم بهذا الوسط، قلنا ايه وقلنا لا، هيدا اهم شيء معقول نعمله، هيدا الشيء اللي ما عملته ببداياتي، اليوم بلا عم بعمله، ففي اشخاص كمان بيساعدها هيدا الدعم، في اشخاص بتقدر تكفي لانه مبنيه على اساس على على اساس ثابت على موهبه، وعرفت بركي تسقل هيدي الموهبة تبعها وقدرت تستمر، في أشخاص ما بيستمروا لو قد ما كان في واسطة، فأنا اليوم آمن بالقدرات تبعي. إذا اليوم عندك الواسطة وحدا دعمك، كنا دعم منشوفك بأدوار بطولي ما يبي أنا لا إيه. شو بدنا نحكي واقع؟ رنا بتقولي إنه الوسط كله شلالية، بتسيري أو عانيتي من هلا هيدا الموضوع؟ واسطة أو شلالية يعني كل الدروب بتودي على الطاحون، هذا مثلا بينقال. الفكرة إنه أنت في مجموعات مخرجة، هذا عنده رفقاته وأصدقائه، والرفقات عندهم رفقات، فبيعملوا يعني هيك مثل يعني علاقات جروب. إيه هلا هو بجوز يعني بعد يقول لا ما نشيلية، بجوز هي بنظرهم ما نشيلية، بس حقيقة كل مخرج له جماعته بالمشرمحي، فبالتالي أنت بدك تعملي لينك وعلاقة. أنت من جماعة مين؟ ما من جماعة حدا، ما سمعنا حدا. لا لا، لأنه هاي هذا السبب الأساسي إنه أنا ماني من جماعة حدا، وما انحطيت بهذا المكان، وما عرفت أنا بالبداية. لو كنت بجماعة حدا كنت بحب أكون بجماعة كل المخرجين، مع مدام رشا شبتجي، مع أي مخرج بالذات، مع سمي لي هيك مخرج حابة تكوني من جامعته. بحب جماعة الأستاذ لي
استاذ سامر برقاوي، مدام رشا شربنجي، بحب كون يعني انه من الفريق، من الجروب اللي من التيم تبعه اللي بيشتغل معه لو مره او لو مره ايه بعدين مو بالضروره بالعمل الثاني، بس ولا مره ما ولا مره كنت بهذا التيم تبع الفريق المتعارف عليه. يعني ما عم بقدر او ما انا ما قدرت بالبدايات اعمل علاقات بجوز انا كنت لاقيها قبل فكر انه هي ما نصح، يعني ما كنت اعمل هيك انه احكي شوف اطلب، كنت خجوله بطلب انه انا حابه اشتغل. بس هلا بهي المرحله مثلا صرت لا اكثر هيك وضوح انه انا حابه اشتغل مع الاستاذ كذا، انا حابه اشتغل مع حدا، انا حابه اعمل. طب لمين قلتي حابه انا اشتغل بهالفتره؟ هلا انا بقول انا شفافه وما بكذب، انا هلا هاي الفتره كنت قلت يمكن للمدام رشا شربنجي انه انا كنت حابه اوقف قدام كاميرتها. انا شفتها ببدايات يعني اول ما تخرجت سافرت على مصر شفتها هنيك باللوكيشن كان عندها مسلسل، فانا كثير كنت حابه هيك انه اكون قدام كاميرتها. معقول نشوفك قريبا قدام كاميرتها؟ اي انا يعني التقيت انا وياها بالسنه الماضيه وكان في هيك حديث كثير ودي، وكان يعني كثير حسيت بانه هي كثير حابتني وحابه اكون يعني معها بالشغل، بس للاسف كانت الادوار يعني قصه ادوار. معلي انا اقول فكره هون بعد؟ بحتلي؟ اكيد تفضل. بس لما نظلم كمان يعني طب نحكي هيك بالمطلق كمان في فرص بالحياه انا بامن فيها، يعني كمان انسان بتجي فرص، طب نقول فرصه واحده كثير مهم يكون جاهز لها، يعني صحيح في 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 مكان معين كليكات مثل ما بنسميهم او بركي واسطه مثل ما سميناها اليوم، بس كمان في فرص بالحياه. يعني انا اليوم لما انكر شيء انا عملته، انا الحمد لله قطعت بمرحله لا اشتغلت مسرح، اشتغلت عفوا تلفزيون بمكان ما كان عندي دعم. طبعا كان في اشخاص امنوا بموهب جون وامنوا انه قادر يلعب هذا الدور، هذا شيء كثير منيح. وغير هيك الفرصة بتجي كمان بالحياة، أنا قدي أنا قادر أكون جاهز إني استقبلها. أنت كنت جاهز لفرصتك؟ أنا اليوم كإنسان أنضج وأكبر واكتسبت معرفة بمكان ما وصار عندي خبرة وثقافة واطلاع أكثر على 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 شغلي، اليوم أنا أكيد ردي إني جاهز إني أكون استلقى فرصة بتجيني. لما تجي بتجي. جان بقرارك دخلت الدير وبقرارك خرجت منه، ورنا كمان بقرارك صرتي متفوقة بالمعهد واليوم أنت ممثلة، ولكن القرارات لها ثمن. خبرني جان عن التخبط اللي مرقت فيه قبل دخولك للدير. ومثل ما قلتي مزبوط، القرار هو مسؤولية، الإنسان بياخد قرار بده يتحمل مسؤولية قراره بالحياة، وأنا تحملت من مكان ما هالقرار. التخبطات هي مش تخبطات، هي بركة أكثر قلة نضج وقلة معرفة، وما كنت بمكان ما قبل الدير كنت إنسان بركة ما بيعرف ياخذ قرار ثابت بحياته، أو ما بعرف ليه أنا شو دوري بالحياة، شو في جواتي شيء حلو بده يطلع ما كنت عارف فسره بركة قبل الدير. بعد الدير لا، صرت إنسان بركة القرار اللي أخذته اللي بعدني بتذكره إنه أنا بدي أطلع من الدير واثق من قراري انه انا مش مطرحي هون، بس اهم شيء بدي اعمله بس اطلع لبرا انه بتكون مبسوط. والانسان بس يبلش من هيدي النقطه بالذات ببلش يكتشف حاله اكثر، وبلش ينقي المطارح بده يكون فيها، هيدا عكس قبل الدير، ينقي الاشخاص بده يقعد معهم، ينقي المجال بركي اللي بده يتبعه. اليوم انا صرت معاه مرحله لك، كانت مرحله اقعد لحالي خصوصي بالدير، تقعد بالاوضه كمان اوقات بمطارح، وكثير اوقات مضطرية تختلي مع نفسك شيء ما كنت أعمله قبل. فكرة أنك ترجع لحالك هون تلقائياً حترجع، مثل ما بيصير بالعلاج بالدراما بنساعد الأشخاص يرجعوا لحالهم. قد إيه قعدت لحالك حتى طيب يفهموا قبل ما تاخذ هالقرارات؟ سنة ونص، وأكيد ضل في تخبطات برا، لأنه رجعت أخذت قرار مصيري، يعني قرار مصيري أني أترك تمثيل شيء بعشقه، وقرار مصيري أني أوف عم برجع بلش حياتي من الصفر، وفعلاً من الصفر رجعت بلشت، واليوم انا هون. ممكن ترجع على الدير يوما ما؟ لا، لقيت حالي لا وقتها بيكون صار كثير يعني هيك كثير بعاد عن بعض هني. لا أنا... بالعكس في تقارب مكان ما، بس لا لقيت حالي اليوم برا بالتمثيل ومع الناس. رنا في دخلاء كثير اليوم على المهنه، شو موقفك مثلا من اعطاء ادوار البطوله لفنانات مغنيات مثل
فايا يونان بمسلسل تاج مع تيم حسن. هو هذا خيار شركة منتجة وخيار مخرج. ما فيني أنا. أنت شو رأيك؟ قول لا ايه وكذا وهيك، بس يعني بالعموم لما كان عم يتحضر للمسلسل فكان في إشاعة إنه البطولة لدور البطلة إنه بدها تغني، فجابوا فايا يونان، هيك كان يشاع، فأنت بتروح الإشاعة وبتنتشر بالوسط الفني إنه الدور راح لفايا يونان لأنه هي بتغني. بعدين طلع إنه الدور مو مانا دور مطربة يعني. أنا شو رأيي؟ قلت لك هو خيار منتج مع خيار مخرج. في دور بس أنت تقييمك اليوم على ما فيني قيم بالضبط على فايا لأنه الدخلاء كتار، يعني بكل المسلسلات في عارضة أزياء، في ملكة جمال، في مذيعة، في رسامة، يعني بكل عمل عم تلاقي حدا عم يلاقي عند حاله الموهبة ويجرب إنه يجرب، وبالنهاية المكان بيساع للكل الحقيقة، يعني ما فيني أقول لك إنه بس نحن الخريجين الأكاديميين لازم نحن نكون بالمسلسلات، لا كمان في عالم موهوب وفي عالم كتير بالدراما أو أسماء كبيرة، يعني إنه ما أنا خريجة معهد عالي فنون مسرحية وعاملة شغل كتير حلو، فالمكان بيساع الكل وكل حدا بقى كيف كل فنان بيقدر يثبت حاله بالفرصة اللي بياخدها. موهبة بتكفي بال أكيد لا، الموهبة بدي أسقلها معرفة وثقافة وتدريب وشغل عالذات، لأنه بتوقف بمكان ما بأي اختصاص بأي مجال، إذا الإنسان ما طور حاله رح يوقف مطرحه، والعالم بتعرف، العالم بتقشع وبتحس، إذا خصوص إذا عم نحكي اليوم بالتمثيل المشاهد بيعرف إذا الممثل عم صادق معه ولا لا. زواج رنا من منتج مثار جدل بالوسط الدرامي. رنا حضرتك أنت زوجة المخرج السوري المعروف محمد عبد العزيز، قديش هالاتجاه كلفك ثرثرات ظالمة؟ كتير كتير. مثل شو؟ قولي لنا هيك ثرثرة. يعني إنه إذا أخذ الدور مع محمد جابه لأنه مرته، ما أخذ الدور وين ما بروح بأي مكان، في الشارع، بالملعب، بالمول، ليش جوزك ما جابك؟ ليش جوزك ما عطاك بطولة؟ يعني إذا أنت اشتغلتي ما بتخلصي، بيقولوا لك وبالوسط بيقولوا لك إجابك جوزك عطاك بطولة، طبعاً أنت مدعومة مرتو للمخرج، لكان أكيد ما اشتغلتي ليش ما جابك؟ فأنت يعني هو يعني سيف ذو حدين حقيقةً، وأحياناً بتمرقيها، بس بعض محلات أنت بتتضايقي منها إنه بينسوا أنت خريجة، بينسوا أنت أكاديمية، بينسوا عندك موهبة، إنه أنا مو دائماً بأعمال ولا محمد، فإنه ما جابك ليش ما جابك؟ إيجابي هالشيء ولا سلبي أكتر؟ يعني بمعنى لا، أحياناً بتضايق منه، بضايق منه، بيزعجني أحياناً. أحياناً بلاقي بصير أنا يعني بكون قايلة إنه أنا ما بدي رد، بس أحياناً بيستفزوكي إنه والله جاب فلانة كذا كذا، جاب مدري مين عطاء، جاب، عرفتي؟ طب إنه ليش أنا مضطرة؟ شي مرة رديتي جواب قاسي؟ إيه أحياناً، إيه أحياناً حدا بيتجقر معي، بيتجقر مثلا. شو تجقرتي آخر مرة؟ إنه آخر مرة إنه والله جوزك ما جابك على بطولة مدري شو، جاب إيه جاب، شو يعني شو أعمل؟ روح أقتله؟ هيك إنه إيه أوكي خلص جاب، شو أعمل؟ أحياناً بتضحك، أحياناً باخدها بروح رياضية، بس بك بعض المحلات بتزعجني. جون أنت لو منتج ما حصل للشرف لو أنت منتج بتعطي زوجتك دور بطولة أو بتتعمد استبعادها؟ لا لما ينحكى سرسرات لا أكيد بدك تستبعدها لا ما رح استبعدها، ليه بدي استبعدها؟ إنه إذا عندها موهبة ليه لا؟ إيه شو؟ هلا أنا أجملها بتدعمها يعني؟ أكيد بدعمها إذا عندها موهبة وإذا بتلبق لها الكاميرا، إذا في تشانس، إيه ليه لا؟ بس إنه وأنا أجملها بالعادة ما بسمع آراء الناس بهالموقف، يعني التعليقات السلبية بدي أقول، يعني إذا بيلبق للدور أنت بتقدري تعطيها، إذا بتقدر تلعب هذا الدور تقدم فيه حلو بتقدري تعطيها، إذا هي ما بتزبط بالدور يعني ما فيك تتحشيها بأنف العالم، لأنه هاي التجربة فيك صارت وأثبتت الفشل. مع مين يعني صارت؟ لا هيك ما ما بدي عم أقول يعني إنه صارت، بس نحن ما بدنا نحكي مين، بس هي بتصير إنه أنت تكوني بعمل موجودة ومو لابق هذا الدور، ممكن تكون لابقة بدور ثاني. طب مثلا المنتج جمال سنان بينتج لزوجته ماجي بغصن
مسلسل ضخم كل سنة. اليوم أنت ولا مرة عتبت زوجك أنه أمول مثل جمال مثلاً؟ لا 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 ما لا ما صار في عتاب. ما عتبتي ولا مرة أنه مثل عمال مثل جمال وعمل لي مسلسل؟ لا أنا يعني أنه طلعني مثلاً أنه مثلاً هيدا الدور كان حلو مثلاً لإلي. لا بقول غير هيك لأنه أنا ما بقدر أقول له طلعني، لأنه أنا كمان بعتز بحالي خريجة أكاديمية ما فيني طلعني. أنه بحب أعمل معك دور يبيني يبين موهبتي، يبين شغلي، يبيني مثل ما عملت معك بالسينما بالفيلمين، دور هيك استعرض فيه قدراتي التمثيلية، عرفتي موهبتي حضوري. بعد ما أعطاكي هالدور ولا بيجي شيء هيك على الطريق قريباً؟ هلا في شيء على الطريق إيه، بس إنه لا نحن عملنا عمل، يعني أنا عملت 3 أعمال مع محمد بالدراما، بس يعني هن أدوار رئيسية، بس ما مثل ما بيحكى يعني إنه الدور الأول دور البطل. كمان في عندك معيار بالسوق، أنت ما بيقدر المنتج غير المخرج، المنتج يعني بيقدر يكون يعني هو رأس المال، خلينا نكون شفافين، بيقدر يقول أنا كذا وهيك وهيك وهيك، بس المخرج عنده خياراته وحساباته، وفي اسم بياع وفي قناة عارضة وفي منصة بدها أسماء، ما بتقدري تجيبي هيك فجأة وتحطي حدا يعني. نعم جان، بين ماجي بغصن ونادين نجام وسيرين عبد النور، قدام مين بتحب توقف بطل؟ حاول عليك تراتبيا. لازم جاوب؟ طبعا ثلاثتهم. لا اللي هون تراتبيا، مع مين بتبلش اول بطوله؟ سيرين عبد النور. بعدين نادين ماجي. بيزعلك انه اسمك ما بينحط بمعادله نجوم الصف الاول مثل يوسف الخال مثلا؟ بصراحة إنه أكيد بمطرح معين إذا ما سعيد، ما أحلم إني أوصل للقمة بالمكان اللي أنا فيه، إنه لشو الحلم؟ بركي يوما ما بيزعلنا إنه بعد ما صرت لهون. إيه بدها وقت، يمكن الوقت، يمكن غير عناصر حكينا عنهم قبل، ما جاي عم كررهم. بتزعل؟ بدك أزعل أكثر؟ لا ما بدي أزعل. انت بتستاهل البطوله. رنا، لزوجك ولد من زواج اول هو الممثل تيم عزيز يلي انشهر بشخصيه بارود بمسلسل النار بالنار. اكيد انحكى عن واسطه بالدور باعتبار انه والده مخرج. مهنيا مبرر للاب ينعطى هالمساحه لابن غير متخصص؟ هلا خلينا نحكي بالدور قبل ما نحكي انه مين لمين انعطى. نحكي بالبداية الدور لشاب بأول طلعته عمره 15 سنة. هذا العمر بيحطك بين قوسين، ما قدامك خيارات كثيرة. مين هن الشباب الصغار اللي بعمر 15 سنة ممكن يحملوا دور بطولة؟ كثير قلال. نعمل تيستات بالعمل، هدول أنا بعرفهم بالتدريج يعني، نعمل تيستات بالعمل وما زبط. وقت كان خيار تيم كان مو اقتراح محمد، مع انه انا بشوف بعمر تيم وباداء تيم مانو موجود، ما عنده بالفطره الموهبه. امتى كنتي راضيه على دور بارود؟ حبيتي؟ انا كثير شجعت، يمكن هي اول مره بحكي. لما حكى محمد مع تيم وقال له على الدور انه بالشارع وكذا وهيك، أنا كثير كنت يعني شجعته. دايم كان عنده تجربتين صغار، كان عمر أصغر، بس بهذا الدور كثير قلت له لتيم لا إنه روح ورح تعمل شغل حلو ورح تشوف كيف إنه رح تقدم شيء، وهو كان متردد، ما كان أول شيء بده تيم، حتى هو قاله. بس أنا بشوف إنه هو قدم شغل بعمره كثير مهم وحلو، ومو لأنه أبوه المخرج، هو يعني الولد عنده بالفطرة موهبة، هي بتجي هيك خلقة ما دخلها. بعدنا بأول مرحلة، رح نتعرف عليكم أكثر وأكثر بالفقرات اللي جاية. هيك بتكون دارة بوصة الاتجاهات، وقفنا قدام أبرز مساراتها. بعد البريك مكملين مع بوصة المواقف.
رجعنا على برشاشة الـ LTV لنتوقف مع بوصة المواقف. بهالفقرة رح نطرح سؤال إشكالي على الضيفين، ومن خلاله رح نتعرف على موقفهم من المهنة والحياة. جاهزين لبوصة المواقف؟ الزواج المختلط انفتحت عليه مجتمعات ولا تزال مجتمعات أخرى متشددة برفضه. رنا، شو موقفك منه؟ وإذا اليوم أولادك أقدموا على هيدا الشيء، كيف بتتصرفي أنت وبيهم؟ هلا هي مشكلة قديمة ولساتها مستمرة، وكلياتنا أو معظمنا يعني بمسيرة حياته أو في حدا بيقربه أو هو مر بعلاقة صار الانفصال أو صار إنه هدول الاثنين ما يرتبطوا ببعض بسبب هاي المشكلة. الحقيقة هي ما انتهت وما بعرف الأيام القادمة. أنت مرقتي فيها شي مرة؟ ببدايتي بالبعض وكانت مشكلة الدين كتير مشكلة قوية. طب وصار الانفصال بوقتها بقرار منك ولا أجبرتي يعني غصبا عنك؟ لا، صار باثنيناتنا يعني، إنه من طرفي ومن طرفه، إنه كان الأهل اثنين ما موافقين إنه في مشكلة بالعلاقة بالدين، وإنه نحن يعني إنه خلص. طب اليوم كيف تتصرفي مع أولادك؟ بتاخدي نفس موقف أهلك؟ أكيد لا، أكيد لا. يعني إنه أنا كتير بفكر إنه أولادي بدي أعطيهم هاي الحرية بحياتهم، هن مين بيلاقوا يعني هن يجربوا هن يشوفوا. يعني ما عندك مشكل إنهم يتجوزوا من غير دين؟ طبعاً أكيد لا، لا أنا ولا أبوهم أبداً. جون، تتجوز امرأة من غير دين؟ إيه، كنت عم فكر هلأ أنتوا عم تحكوا بالموضوع. بالنسبة لإلي الحب ما له حدود، إنه ليه بدي حده بمكان ما بقواعد أنا المجتمع وضع. فأنا بس بدي أحب شخص بدي أحبه للآخر. ومتفقين؟ أكيد متفقين. يعني أنا متفق إنه عارفين إنه كل حدا منا عنده معتقداته، عنده طريقة تفكيره، عنده يعني هي مش بس وقفت على المعتقدات. يعني الزواج هو كمان كيف بيفكر الشخص، كيف بيعيش بالبيت. طب إذا نضاف لإله الشق الديني، بالنسبة لإلي أنا ما عندي مشكلة، لأنه إذا بدي أحكي بالحب بدي أشمل كل شيء. يعني أنا إذا بدي أعيش الحب بدي أعيشه من كل أطراف. طب إذا كان هيدا الشيء امنع شغلة عن شغلة، إذا هي حطت شرط بإنك تشهر إسلامك، إذا هي ما بدها تحترم أنا بشو بآمن، ما بدها العلاقة، ما بتشهر إسلامك؟ أكيد لا. أنا يمكن حبيتها واقتنعت فيها لأنه هي يمكن ملتزمة بالمكان اللي هي فيه وبمعتقداتها، ومفروض تكون حبتني لأنه أنا هيك ولأنه أنا عندي طريقة تفكير وطريقة واللي بآمن فيه. فإذا هيك روعة نتجوز، إذا لا ما نتجوز. طباكي كانت مضطرة يعني مثلاً إنه حطت بموقف إنه لا يا هيك يا لا، لكن الظروف ساعتها الظروف حكمت وأنا ما عندي سيطرة على الموضوع، لأنه بكل بساطة أنا عم بقتل حالي كإنسان عمل خبرة بالحياة ووصل لمكان اقتنع باللي هو عايش فيه. مش يعني ما بكسر حالي كرمال شخص آخر أو ما بضحي بكثير أمور، بس أنا إنسان كونت حالي وكونت شخصيتي من وراء خبرات، من وراء قصص أنا عشتها بحياتي، ليه بدي ألغيها من حياتي؟ أنا عاكر أنا؟ لا، أنا ما بقول إنه الدين لازم يضل على جنب. يعني بمعنى إنه الارتباط ما لازم يحده. أنا أبداً ما ألغيت الدين. يعني إذا بيكون في مشكلة حقيقية إنه تلغيك كشخص، وقتها بقول لك إيه. بس إنه هي الفكرة يمكن اللي وصلنا لها، إنه عم بلتغى كشخص لأنه عندي ديني. أنا أبداً ما لغيت الدين، بالعكس أنا بدي إياها على دينها مثل ما هي، لأنه بحبها مثل ما هي، ما بدي أغيرها ولا بدي تغيرني. أيوه، عم بقول لك أنا ممكن تكون الظروف إنه أنت لا مثلاً بدك تعمل شيء كرمالي تعمله، هذا قصدي إنه أنت لا ما فيني أعمل. أنا مع إنه لا، لما الواحد بيحبه بده يرتبط بده يروح بهذا الاتجاه. كان عم تطلبي منه يغير دينه، انت بتغيري دينك؟ انا علمانية كثير، ما عم اقول بدي غير ديني. بس ليش بدي فوت، يعني ليش بدي اطر الزواج مع الدين لما بدي اتزوج حدا او اختار حدا؟ لانه هو هيدا الواقع. شو بتعملي، تتجوزي مدني؟ لا، ما انا ما قلت اجباري، بس ما عندي مشكله بالزواج المدني. ما عندي مشكله ابدا فيه، بس انا لما بختار شخص في 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 بختار
الإيجابيات والسلبيات وعواقب هذا الخيار. طيب الفنانة نجوى كرم ارتبطت برجل إماراتي من غير دين وبيصغرها بالسن. رنا، ليه تجلد الإمرأة إذا اختارت بحرية؟ لأنه ظلم، لأنه إذا تزوج الرجل وحدة أصغر منه بعشرين سنة ما عادي، بس إذا هي تزوجت أصغر منها إنه ليش وبتصير أقاويل وأحاديث كبيرة. طب ما نحن عم نقول إنه الحب غير مشروط، فليش بدي أقعد أفكر بالعمر إنه هو أكبر ولا هي أكبر ولا هو أصغر ولا ما هو حب مانو مشروط. ما عم تأذوا حدا ولا عم تضايقوا حدا. عندك نفس رأي رنا جون؟ العالم رح تحكي وتحكي، من هي رح شخصيا رح أعمل قناعاتي وأمشي، وما بحب علق على الأشخاص، لأنه كل حدا عنده ظروفه، كل حدا عنده حياته. ف ماني إنسان فارغ بمكان ما تألتهي بهالأمور. عندي ممكن إذا حبيت جون تتجوز حدا أكبر منك؟ لا لا، ما عندك إياها مشكلة؟ لا. طب بمجتمعاتنا بيقل وهج المرأة الممثلة تدريجيا كل ما تقدمت بعمرها، وبتتجاهلها اكيد النصوص والادوار بالبطولة. رنا، مبرر رفض ممثلات اظهار العمر على ملامحهم والتحايل عليه بالمكياج ليحافظوا على حضورهم؟ بدي اقول لك شيء هو كثير خاص عند الفنانات او الممثلات. لما بتشتغل بهذا الرونق بهذا البريق، بتحسي الكل حابب انها تكون، بس تبلش تكبر بتتأثر بمكان، بتتأثر بأدوار، انه هذا بيزبط هذا بيزبط، فبتلاقي الأغلبية عم تسعى انه انا لا لساتني أصغر. وأنا حتى بعض المطارح انه ليش مثلا ما بقدر أعمل هيك؟ والله لأنه نحن بدنا بنت عشرينية يعني، وبصير كأنه العمر هو عيب، انه ما هو الشجره بتكبر وكل كائنات الحياه بتكبر، يعني هي مشيئه الحياه. فبصير يعني التعاطي بالعمر شغله ما أنا ايجابيه ابدا، انه والله صارت 35 ما بتزبط معنا، مش والله صارت كذا. بس قد ايه نسبه رهان الدراما السوريه على جمال البطلات؟ كبيره، في بطلات واعمارهم يعني ما رح نقول كبيره كثير، بس في بطلات اعمارهم تجاوزت الأربعين وبيشتغلوا أدوار أصغر، لأنه هن الحجة اللي دايماً بنحكى إنه اسم بياع المنصة هيك بدها، ما بينباع المسلسل، مع إنه فجأة بنفس يعني بنفس الموسم بتلاقي مسلسل تاني جايبين وحدة غير معروفة جديدة. فما يعني بالوسط الفني ما في مقياس ولا في معيار حقيقي حقيقة. يعني ما بتعجبك هيدا أنت ضدها؟ أبداً. وشغلك كثير شيء ما حلو للممثله انك تقولي والله عمرك صار كذا فما بتزبطي، يعني هذا السبب عم بيخلي كل البنات ايه لا بدها تروح وتصغر وتصغر وتصغر، انه انا ما بزبط يلا خليني اروح اعمل بوتوكس، ما بزبط لازم اعمل كذا، ما بزبط لازم ساوي كذا. فكمان هذا جو بالدراما اللبنانيه كمان نفس الشيء؟ اكيد مجتمعاتنا العربيه يعني في نقص هون بمجتمعاتنا العربيه خصيصا، انه الشخص لما يتقدم بالسن نوعا ما ببطل عنده دور او ما بينبني له مسلسل لإله. ليه لا؟ لانه الشخص كل ما كبر كل ما جوهر اكثر، واذا كان هي هالكلمه بجوهر اكثر، فليه ما بينعطى كمان فرص؟ ليه ما بينبنى مسلسل لناس تقدموا بالسن؟ تعمل بوتوكس اذا طلع لك جعيد؟ ايه غلط، يعني مش ضد ال لا تحسين تحسين تحسين، مش تصير غير انسان. لا بلشت هلا عم تعمل ولا بعد؟ اوقات ايه، لانه هون اوقات بتعمل فتظبطها. حلو الاعتراف. اكيد الموت حق ووجع كمان. جون، خساره والدتك تركت جرح ما التئم، بتسمي الموت انتقال؟ هالقد انت متصالح معه؟ اليوم صلحت معه، قبلت انه الموت هو جزء من الحياه. طبعا خساره الام ما رح نكذب على حالنا، منه شيء هين، وبضل في نقص بمكان ما ولا ممكن شخص تاني يعبيه، ان كان ام ولا كان اب. بس اليوم لا، قبلت فكره الموت وتصالحت معها، سمحت حالي بمطارح، لانه بمرحله الحداد الانسان بيقطع بمراحل بلوم الله بلوم حاله. سو هولي اذا بدك مراحل الحداد اللي هن بيقطعوا قطعتهم وتقبلت، واليوم لقيت بركه لقيت معنى بالوجع اللي عشته، لقيت معنى للحياه.
أنا بس تصالحت اليوم شو بتقلها لأمك؟ بخيل قلبك شو بدي قلها؟ ميرسي على كل شيء عملتيه، وميرسي لأن بعدك، وميرسي لأن أخذت مني كثير قصص حلوة، وكانت عنصر داعم إن كان هي أو كان بي كمان، بس كمان هي كان عندها ميزة كثير حلوة، كان عندها كثير حدا رايق وصامتة، بس بالصمت تبعها والابتسام الحلوة تبعها كانت تعطيني تشجيع رهيب. هذا الشيء ما بيروح من راسي، هذا اللي بطلت اليوم عم عيشه معه لأنه بطلت موجودة بالجسد، بس تبقى هون. رنا متصالحة مع الموت؟ لا. بتخافي يفاجئك؟ ايه بخاف منه كثير، وبفترة من الفترات رحت عند دكتور، يعني صار عندي مشكلة إنه أفقد حدا قريب من اللي حوالي. فقدتي حدا عانيتي من حدا من رفقاتي؟ ايه، بس وقت اللي صار عندي آلية مثل النكران ما صدقت إنه مات، إنه لا لساته حدا عايش وموجود وكذا، بس بعدين فت بمشكلة نفسية إنه ما عم بقدر صدق إنه يعني موت موت موت. ودائما لما بحكي قدام حدا إنه الموت حق، الموت كلنا رايحين، إنه الدنيا فانية ونحن رايحين، فهيك بهرب منها صراحة. طب اليوم لما رحتي عند حدا يساعدك بالموضوع ارتحتي؟ تحت يعني عملت شيء سلوكي هيك، كمان حكي يعني كتير اشتغلت على قصص العلاقة فيني، بالرياضة، بالموسيقى، بالقراية، كمان شوي هيك قريت شيء إنه الموت انتقال لبعد تاني، ف مثل ما حكى إنه صرت هيك آمن بإنه هو انتقال الروح لمحل تاني. جون بتقول صدمك واقع المستشفيات بلبنان، بأي تحديات كانت محفوفة رحلة علاج الوالدة؟ تحديات إنه وصلنا لمرحلة ما كنا عم نفهم شو عم بيصير، يعني الجملة اللي بتضحكني إنه وصلنا لمرحلة عم نقول إنه الحمد لله حكيم رح تموت صحتها منيحة، شيء مضحك وبيبكي بنفس الوقت، لأنه أغلب مستشفياتنا هون بلبنان بتفوتي ما بتعرفي كيف تطلعي، يعني هذا اللي اختبرته على القليل أحكي على صعيدي الشخصي، غير إنه بتلقط كانت عم تلقط كمان بكتيرين من المستشفى، قصص غريبة عجيبة ما كانت بالحسبان، ومش مفروض تكون، ممنوع تكون بقلب المستشفيات، منا مجهزة كفاية لحتى تستقبل مريض بهالحالة. خالص عمرها قطعنا مرحلة منا أبداً هينة. شو باقي منك هيك بتفكيرك من ساعات أمك الأخيرة؟ كنت بفترة الدائر، الحلو بأهلي اثنيناتهم إنه دايماً مع قرارات اللي بيخدها بالحياة، ولا مرة كان في هلا هيدا التصادم إنه شو بدك بهالشغلة وأنا رايح، سو في دعم، فبس أخذت قرار إني أترك تمثيل وفوت على الدائر بهالسنة يعني توفت الماما. قبل كان حركة دايماً بنسيها إنه بس فوت لعندها كانت ماما بالسوانة تعمل لي إنه فل طلع على الدائر، ما كنت قادر أحكي. هول لحظات حلوة علقت براسي، لأنه يعني حتى لهاللحظة بعدها عم تقول لي إنه كفي بقرارك، عمو اللي بدك إياه، خفل شو بدك فيه، ما في الله. الله يرحمه. الله يرحمه. الطب النفسي اللي حكيت فيه رنا اليوم عم بيتحول من تابو لحاجة. جون شو عطاك الحكيم النفسي ما لقيته أنت بإيمانك وبحالك؟ ساعدني أعرف قيمة حالي كإنسان، شو عندي قدرات، شو عندي مواهب، علمني كون إنسان عندي، يعني عم بحكي عن المشوار مع العلاج، علمني إنه إنسان عنده طريقه الخاص اللي ما بتشبه حدا، وسبب أول حلقة قلت إنه بمكان ما تعلمت أقول لا وحط حدود للقصص اللي أنا ما بدي إياها وما برضاها على نفسي كإنسان، اليوم بيعرف قيمة نفسه، عم بحكي اجتماعياً، عم بحكي ثقافياً، عم بحكي عقلياً، وهذا العلاج ما بيوقف ولا مرة، يعني أنا اليوم كمعالج بالدراما واجباتي أخلاقياً تجاه الآخر وتجاه نفسي أن يكون عم كفي دايماً علاجي لأي ظرف بعيشه بالعلاجات، كون أنا إذا أثر فيه أو علق شيء من هالشخص فيه لكون عم روح فضيه وعم بيشتغل عليه. العلاج ما بيخلص أبداً، لأنه الإنسان ما بيوقف يتطور لآخر يوم بحياته. يعني منه تابو بالنسبة لك؟ بعده تابو؟ أنا في صرت أنا صرت عايش فيه، صار عائلتي، أكيد منه تابو بالنسبة في كتير عالم، مثل ما بلشت عم ببلش تتحلحل الموضوع أكتر، والعالم بلشت تقبل إنه بدي روح على ثيرابي، وما ضروري يكون بني شيء لحتى روح على ثيرابي، بكل بساطة في يكون عم بشتغل على حالي كإنسان فقط.
اليوم جيل الشباب اكثر اللي بعمرنا عم ببلشوا يحبوا هالفكره عم وخصوصي انا مجالي مبني على الفن، مبني على الرسم، مبني بشكل خاص على المسرح وادوات اللي بيستخدمها الممثل لحتى يمثل، فانا بستخدمها لحتى عالج. اليوم الشباب عم بيشوفوا هالمكان الحلو اللي بيسلي واللي مبني على اللعب وبنفس الوقت امن وقادرين يعبروا وبنفس الوقت قادرين يتخطوا صراعات عم يتخبطوا فيها بالحياه. انت كمعالج لغيرك قد ايه عم بتساعد حالك؟ هيدا اللي قلته بالاول، انه اول شيء انا دائما بمتابعه من طبيب، دائما مراقب. اثنين انا عم عيش معهم المسرح كمان، يعني بنفس الوقت اللي هن عم يشتغلوا، لانه في مراحل معينه بالعلاج بالدراما نلعب مسرح، باول مراحل بنتدرب سوا لحتى يوصلوا انه يقدروا يوقفوا بهالمكان يمثلوا قصه شخصيه. فانا هون عم بلعب معهم، عم مثل معهم، عم فكفك كمان زياده جسمي، عم بشتغل معهم اكثر على مشاعري، عم نطرح كلنا اسئله مع بعض لانه هو عمل جماعي. فهن عم يتطوروا وانا عم بتطور بنفس الوقت وعم بتعلم زياده من الخبرات اللي عم شوفها قدامي. رنا، انت كمان المجتمع او اللي حواليك كيف تعاملوا مع ذهابك للطبيب النفسي؟ بعده تابو هالموضوع حواليك؟ لا حس لا لا، كان بالعكس كثير هيك، لقيت تشجيع؟ ايه تشجيع، وكثير لما شافوني انه انا رحت وبلشت اتحسن كانوا كثير داعمين انه لا لازم، انه مشان ما تضلك بهذا المكان وتوقفي فيه. بعتقد انه هلا صار لا شوي القصه تغيرت. جون الكاتب والممثل طارق سويت كان من ابرز المتحدثين عن وجعه النفسي. صحيح. انت مع انه المشهور يشارك الجمهور خصوصياته؟ مش بكل شيء لا، بس اذا اللي عمله طارق هو انه ضوى على شيء كثير مهم، في كثير عالم بتعاني منه وبتخاف تحكي عنه، بس في كثير كان عم يحكي بلسانهم. ما بنعرف شو ليه انتقدوا، يمكن هن عايشين صراع ويمكن في ناس ما بتحب بكل بساطه، بس هو اللي عمل انه حكي بلسان كثير عالم بيواجهوا من نفس الوجع. اليوم اكيد انا اكيد انه في كثير منهم اليوم بطل عندهم مشكله يحكوا بالموضوع، ويمكن اللي عملوا خليهم يروحوا عن طبيب نفسي لحتى يشتغلوا على حالهم، لانه يمكن سالوا سؤال ليه مش انا؟ اذا طارق وعم يطلع يحكي ليه مش انا؟ من هون لو دور انت الفنان. كنت محله بتطلع وبتحكي بكل التفاصيل على ايه لك. طبعا، لانه زياده لانه انا صرت بالمجال وبعرف اهميته على الانسان وبعرف اهميته شو غير فيه، فاكيد اكيد بطلع بشارك قصص اختبرتها اذا بمكان ما كانت بعرف انه بتفيد الشخص الاخر، مش انه اطلع احكي لاحكي قصص لها علاقه فيه ويمكن ما تهم العالم. رنا، لو انت كنت محل شيرين عبد الوهاب كنت فكرتي بولادك اكثر قبل نشر فيديوهات العنف الزوجي او شيرين لا تلام اليوم؟ هلا ما بعرف الظروف اللي هي فيها الحقيقيه، بس عم تقولي انا اولادي ابدا من كل شيء، يعني اولادي بعدين بيجي انا، يعني هن اهم مني. يعني ما كنت عملت لا مثل اكيد شيرين. لا اكيد لا، ما بعرف شو ظروفها، بجوز هي تكون هاي الفيديوهات مسربه، بجوز حدا حاططهم، ما بعرف. كمان انت نحن مو كل شيء يعني يوشع وبينحط على السوشيال ميديا بدك تصدقيه، نحن ما بنعرف كيف هذا الفيديو صار وكيف انعمل وهو للترند حقيقة ولا شو، عن جد حقيقة ما بعرف. بس انا بشوف شيرين كثير هيك فنانة، كثير حساسة وكثير يعني بتحب بنوتاتها وهيك، ما بعرف يعني يمكن ظروفها مو هيك، يمكن ظروفها اصعب من هيك. في شيء بتلوميها عليه انه عرضت كل خصوصياتها للعالم؟ ما بقدر لومها، ما فيني لومها، عندها ظرف سيء وكبير، ودائما بتلاقي كذا صفحات عم تتناقل الاخبار، بس فيها كانت تخبي او يمكن بمكان، يمكن هي ما انا قدراني، وضعها الصحي ما بيسمح لها تخبي. ما في انا ما فيني لومها، ما بقدر، ما بعرف شو ظرفها، بس بتخيل انه العالم الميديا كثير بيزيد القصص، كثير ببهرها وبيخلطها وبتتنقل بطريقه مو صح. جون انت شو رايك؟ انا كنت عم اقول انه ممكن ما بنعرف شو ظروفها مثل ما قالت، ويمكن هي بمكان ما منا واعيه شو عم بتعيش وشو عم تختبر وشو عم بيصير، وكثير اشخاص بيقطعوا بهالحاله، ما بعرف شو الحاله تبعها المزبوط، بس في احتمال تكون منا واعيه على اللحظه شو عم بيصير معها، كانت بالمستشفى شو هي عم تعمل، ف كان بدها مساعده طبعا.
مبدئيا ايه على القصص اللي عم نشوفها اكيد متابعين معكم. تابعنا بوصة المواقف وتوقفنا امام وجهات النظر يلي قد ما اختلفت حلو يحكم الاحترام والانفتاح على الراي الاخر. انطرونا بعد البريك ببوصة المواجهة. برحب فيكم من جديد رنا وجون. ثانك يو شيرين. من بعد بوصة الاتجاهات وبوصة المواقف وصلنا هلا لبوصلة المواجهة. جاهزين لبوصة المواجهة؟ نشوف. رنا، صورة محمد عبد العزيز قدامك، كونه زوجك مخرج وحضرتك ممثلة، هالشيء زاد عبء على زواجكم وولد مشاكل وإحراج؟ ببعض الأحيان إيه صار بعض المشاكل. فيكي تعطيني مثل؟ غياب محمد أحياناً عن البيت بسبب الشغل وظرف الشغل إنه برات البلد وسفره يعمل شوية أعباء بالبيت علي أكثر، بعدوا عنا شوي، بحس هيك إنه يعني إنه هذا سبب لي شوية هيك مشكلة مع أولادي، والأولاد شوي هيك بحسوا إنه أبوهم بعيد. بعض المحلات انه لازم اتحمل ضغط الشغل الطويل، لما بيجي محمد على البيت بيكون مثقل بالاعباء يعني والهموم والشغل وتعبان كثير، بحس انه ما في مكان متسع، يعني لو صغير هيك انه انا مثلا اقعد احكي كذا، بحس انه هو كثير تعبان جاي يفوت على البيت بده يقعد. طب هيدا الشيء بعدكم عن بعض؟ لا، ما بعدنا عن بعض. بالصراحة أنا كثير كنت هون بهي المرحلة، يعني لما جبت أولاد صرت يعني التجربة والأيام والشراكة الزوجية بالبيت وطريقة الحياة كيف تعيشي مع الأولاد والصبح والظهر والمدرسة كذا، لا خلتني يعني أقدر أعمل كنترول، يعني هيك أعمل احتضنه للبيت كله، يعني كلهم أولادي، فصرت هيك عم حاول افهم الكل، استوعب الكل، ظبط القصص كلياتها. وبالاضافه انه مع التجربه قلت لك صرت اوعى اني كيف اقدر اعمل اضبط الامور بالبيت، ولو انه ببعض المحلات بتفلت مني وبعصب وبعيط وهيك بصير هي انا ماما المنكوشه وصوتي طالع، يعني مو بكل المحلات بعمل كنترول، بس ما اثرت على العلاقه الجوهريه بيني وبينه. دائما في شيء اساسي انه هدول الاولاد وهذا البيت لازم يضل محمي، فشو ما صار شو ما اجى مؤثرات خارجيه بدنا نتعامل معها ونحللها ونظبط المشكله ونحلها كرمال هدول الاولاد. طب بتخافي عليه من مغريات المهنه، تنازلات نساء، سهر؟ هلا هو اصلا محمد ما عنده، يعني محمد غير تيب، غير ستيل، ما عنده يعني روحات جيات، ما عنده اهتمام بالمغريات مثل ما عم تسميها انت. فبس انه انا خاف عليه، اكيد بخاف عليه، اكيد هذا شيء طبيعي، ما في امراه بالحياه ما بتخاف على شريك ولا حياتها. بتغاري اسمها؟ لا، بخاف وبغار. انا كثير واضحه، بخاف وبغار، بس بغار من شيء يعني مهم، من شيء كثير جوهري، ما بغار من شيء هيك قصه او حدا او كذا او تليفون او مسج، ما بسبب لي هذا غيري، لا هذا يعني كثير انه هو مخرج ومعرض بكل اللحظات والايام انه مرحبا استاذ كيفك، مجاملات، هي المهنه فيها كثير مجاملات، فيها كثير اخذ وعطاء، فانت ما فيكي على كل لحظه تقولي هذا بس ما بخاف وبغار، بخاف وبغار بس بالطريقه يعني الطبيعيه، مو من اي شيء بخاف ومو من اي شيء بغار. وصلك شي مرة هيك تغاري على شي مهم؟ ايه مرة، ايه بتصير، ايه طبعا اكيد بتصير بس شو سويتي؟ بجي لعنده، انا ما بعرف خبي، فدغري ببين على وشي، فبقول له بدي احكي معك موضوع، بقول لي مثلا انه إيه هلا لكذا مدري شو، لا بدي احكي معك موضوع، هلا بدي احكي ضروري معك موضوع، ضروري هذا الموضوع، بحكي دغري بعبر. ماني شخص كتوم بعلاقتي مع محمد، انا اي شيء بروح بحكي دغري، انه بقول له كذا 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 وهيك هيك هيك، عرفتي؟ فدغري بصرح عنها القصة وبتنحل بأرضها. هلا احيانا بصير في هيك شوية تباعد انه لا مو هيك وكبري عقلك وما بعرف شو، عرفتي؟ بس هذا قبل،
هلا بعتقد انه انا صرت يعني قطعت اشواط، ما عاد بوقف عند هذا المكان. في شيء اهم، هذا البيت بكليته مع هدول الاولاد، مع وجود محمد كأب اهم بكثير من اي تفصيل ثاني، اهم من الغيره، اهم من الشك، اهم من انه حدا دق، اهم من حدا بعت مسج، اهم من اي مجاملات. هذا البيت له كينونته، لازم حافظ عليها. طب انت امراه بتسامح اذا خانت؟ انا دائما بسامح، مو بس يعني اذا خنت بتسامح. اذا هلا ما 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 صارت بعلاقتي مع محمد ابدا، بس انه انا دائما انا بسامح، انا حدا بسامح، مو لانه بسامح على الخيانه. انا عندي طاقه الحب اكبر بكثير من اني اشوف غلط الشخص اللي مقابلني. يعني في اشياء كثير بتنحسب، فبالتالي مو بس لازم سامح، لازم هذا الغلط تحطه بمحل وشوف كل الايجابيات الثانيه عند هذا الشخص، وبالتالي انا مضطره سامح. واو حلو. جان انت عندك هيدي طاقه الحب، بتسامح اذا انخنت على الخيانه؟ بتسامح، بعطي فرصه، بعطي فرصه. يعني طاقه الحب عندك اياها يعني لا مش هالقد عم تشتت. يعني بتسامح انه بحب ايه، بس انه بزعل الموضوع وبعصب الموضوع، وبقبل انه رح اعصب من الموضوع، وممكن ممكن اعطي فرصه ثانيه. يمكن عم بحكي هلا بس يمكن ما اقدر اعطي فرصه ثانيه لوقتها. اي بس يعني بالجرح يعني بتنجرحي، بس بعدين بصير ماضي الجرح، ما فيكي توقفي عنده، الحياه مستمره. المهم نخبيه بس اي يعني بتشيليه، بتعملي له هيك شغله مرتبه وبتزتي باي باي خلص راح. يعني ما فيك توقفي عند الجرح. جون بيقدر الرجل يكتفي بامراه وحده؟ انه الواقع بالحياه بيقدر اذا يعني اخذ قرار يلتزم، ايه ان كان رجل او امراه، لا نجمل الكل لدافع. لا 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 فرق كثير. كل انسان اذا كل ما في فرق كثير. لا المراه لما بتخون او بتفكر برجل اخر في إلى اسباب حقيقيه، ما تكون هيك ايه في لا في اسباب يعني حقيقيه. يعني الرجل ما عنده اسباب حقيقيه للخيانه، يعني بتطلع بال 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 ما فيك تعممي وما فيك تقولي، بس معظم القصص اللي بتصير او الخيانات بتلاقي منها الاسباب العظيمه اللي سبب الخيانه، وبتلاقي بتشوفها كثير بالحياه، بتشوفها بواقعك برفقاتك، بس ما بتشوفي. يعني نادرا تلاقي بين كل عشرة انه وحده خانت جوزها لسبب هيك تافه. يعني ما انت اللي عم تقوله رنا انه الرجل غير المراه بالخيانه. لا لا كل انسان عنده بالنسبه لي تدافع عن الرجل ايه. شوي كمان دافع عن رايك. لا كل انسان ايه عن رايه طبعا كرجل، بس كل حدا عنده نزوه بالحياه كان رجل او امراه، وكل حدا ميال انه يروح لكثير طرقات بالنسبه للشخص الاخر منها منيحه. ما بعرف ما بقى فيها هي رجل هون ومرأة. هون قد ايه انت صادقه مع حالك سواء رجل او امراه؟ قد ايه انت موصله لمرحله بينك وبين حالك ما تكذبي على حالك؟ ما يعني ما انا ما بغش حالي، فكثير بعيش بمنطقه الامان. هي العلاقه انه بس بالحياه بالعموم بمجتمعاتنا بتلاقي انه الرجل بيخون اكثر، او المشاكل او من المحيط بتلاقي الرجل بيخون اكثر. انا زعلت ايه يعني هيك بالعموم. عم بعدك بدك تدافع عن الرجل او موافقه على الراي؟ عم بحكي بمجتمعنا انه بتلاقي هيك اكثر، او النسبه، واذا بدك تعملها كحاصله ما بعرف بجوز، بس انا عم اقول انه هي ما نقصت. انت شو رايك؟ اختلاف. انا قلت انه كل الاثنين عندهم نفس النزوات الرجل بيخون اكثر. لا لا الاثنين لا ابدا. لانه بكل بساطه كل شخص عنده يعني اثنيناتهم عندهم الاحاسيس، واثنيناتهم عندهم نزعه انه يروحوا اذا بدهم. صحيح. طب صوره جديده، جون صوره وسام حنا، ودين انه ملك جمال دخل مجال التمثيل واليوم عم بيعمل بطولات، بتزعل انه وصوله كان موفق اكثر من وصولك؟ لا اول شيء لنحكي واقع على الارض، وسام بلش قبلي بوقت. لا ما بزعل بالعكس، هلا عم بحكي كمان منطلق صداقه لانه تجمعنا بوسام صداقه، بالعكس بنبسط له لانه انسان ذكي اول شيء، عرف درس خطواته مزبوط واشتغل على حاله كانسان وبيستحق انه يوصل. هلا اكيد بتنبسط له، بس ما بتتمنى يكون عندك نفس حظه؟ الحظ انه بتمنى اكيد اوصل للي وصل له وسام، في اخذه مثال قدامي اني اوصل. ايه اكيد هيدي منافسه حلوه بتسمى،
منافسة رياضية إنه نوصل كلنا سوا. رنا بتأمني بالحظ أو بس الاجتهاد بيصنع النجاح؟ لا كمان الحظ موجود، الاجتهاد والحظ والفرصة وكلها عوامل كلها عوامل بتأثر. ما فيك تقولي بس الاجتهاد والموهبة. هلا من مطارح بتلاقي الاجتهاد يعني بيعطي جدوى، بس إنه بمطارح إذا ما كان في حظ أو شانس ما بتزبط. هي يعني معادلة 1+1=2. جون، بما إنه وسام صديقك، بتفضله بتقديم البرامج أكثر أو كممثل؟ لا، أظهر إنه نجح باثنين. يعني هلا مؤخرا على رمضان كان عنده، بس انت شو بتقول انه بحبك هون اكثر؟ الاثنين صراحه، لانه كان قد بتقديم البرامج ان كان كشخصيه او كمذيع او كيف تعاطيه مع الناس، وواضح قد العالم حبته على المسرح. ما بدك تزعل. وبالتمثيل لا، بالعكس بزعله انا اذا بدي زعل. عم بحكي شيء واقع صار على الارض، العالم تفاعلت على رمضان معه، وانا شاركت معه بالبرنامج باحدى الحلقات وكان تمثيل كمان برا. ما فينا طب انت شوفوا بتقول له شيء عن تيابو مثلا، او انت مع هيدا الموضه؟ مجنون وسام، بس انه هيدا بيميزه مش كل شيء بيلبسه انا بلبسه. بس مش يعني غلط، هيدا رايه، هيدا انت ما بتلبس مثله. هيدا جنون ولا وسام؟ انا صراحه بحبه شخصيا لانه مجنون زلمه، ولانه بيشبه حاله بس ومتصالح مع حاله وشفاف هالقد، وبدي اطلع مثل ما انا بدي. شخصيا انا هول الاشخاص بدي اياهم بحياتي، اللي مرتاحين هالقد مع حالهم انه يطلعوا من البيت هن راضيين، مش نظره العالم اذا مش الحال ولا ما حيرضوا ولا لا. هلا صوره مشتركه لكم اثنيناتكم، صوره الممثله شكرا مرتجى. جون، اشتغلتوا سوا بمسلسل وبتشوف انسانيتها قبل نجوميتها، ليه بتلفتك شكرا مرتجى بين النجمات؟ اول شيء شكرا عندها مطرح كثير حلو بقلبي، انا كثير بحب هالانسانه. اشتغلت معها بمسلسل ميادة ولادة من فتره زمنيه، وانبنى علاقه صداقه حلوه بين شخصين. سبحان الله بتلاقي انه اوقات في هيك صله وصل بين اشخاص بتنبنى بطريقه عفويه ما بتفهم ليه. عم بحكي كانسانه حلوه اول شيء من جوا ومن برا، انسانه ايجابيه بالحياه. ولا ممكن اعطي مثل، ولا ممكن اطلع ازور قد الشرب غير ما ضوي لها شمعه مثلا. شكرا، لانه هالقد بتعنيني شكرا شخصيا، وهي بتعرف هذا الشيء، كثير كثير بتشرف بصداقتها. رنا تكرمت مؤخرا شكرا بلبنان، انت شو بتعني لك الجوائز؟ والفنان اللي ما بينال جائزه ما بتكبر قيمته، واللي بينال بتعلى قيمته فنيا؟ ما بتعلى قيمته اكيد بالجائزه، بس هو التكريم يعني بيجي هيك وقعه على الفنان نفسي اكثر. تكريم يعني هيك انه عن مسيرته الفنيه، عن اعماله، هو تقدير له. هي الجائزه معنويه اكثر ما نعم. يعني انت بتعني لك حلوه كثير الجائزه، وما حدا ما بيحب يتكرم عن بعد تعبه وشغله. جان، انت بتعني لك الجوائز؟ هي حصيله تعب اكيد. اكيد بتعني لك، لانه بتكون تعبت سنين سنين سنين، تلاقي حالك تقدرت على شيء حلو. طبعا هي مرحلة حلوة، بتحسك بتسد غرور الممثل إذا بدي أسميها. يعني مو غرور، بس هي إلى وقع بنفسيته للفنان. يعني في أحلى من إنه تطلعي على الستيج ويقولوا لك إنه أنت هذا تكريم لإلك عن أعمالك، إلى وقع معنوي كبير. طب اليوم الدراما المشتركة أو المعربة خدمت الفنان السوري وأعطته قيمة فنية أكبر؟ إيه طبعاً، وأنا ما بدنا هيك نكذب على حالنا. إيه بس في ناس ضدها للدراما، في ناس ضدها. إيه بس أنا مثلاً شفت في كتير خريجين أكاديميين جداد أخذوا فرص ما أخذينها بالبلد، وغير الخريجين أخذوا فرص ما أخذينها، وفي ناس كتير فنانين قاعدين ببيوتهم وما كانوا عم يشتغلوا، صار لهم وقت وهلا رجعوا اشتغلوا. انه جان بتشتغل دراما معربه، بزعلك مصير الدراما اللبنانيه؟ طبعا بزعلني مصير الممثل اللبناني، وخصوصي هلا بهيدي المرحله الصعبه. التمثيل مثل اي شيء ثاني بالبلد، يعني للاسف انه ما بيخلوك تحلم بهالبلد.
بتحقق قصص اوقات بيردوك للصفر لترجعي تقلعي، ف هذا واقع هذا بالبلد كمان عندنا. ايه نفس الفكره، ما بيخلوك الحلم ما بتحلمي، فكيف بدك تحققي الحلم؟ يعني الحلم انت ماني قدراني او ما عم تعرفي تحلمي او حلمك ما بتقدري، فكيف بدك تحققيه؟ هلا سؤال المواجهه، تبادل الأدوار المنزلية بين الرجل والمرأة لا يزال مرفوض لليوم. رنا شو رأيك بالزوج اللي بيشتغل بالبيت وبيهتم بالأولاد لانشغال المرأة بتأمين المصاريف؟ يعني هذا الشيء لازم يكون موجود بكل المهن وبكل المجتمعات، ولازم يتقاسموا الواجبات تجاه المنزل. أحياناً كثير أنا بطلع برات البيت، محمد بيقعد مع الأولاد. هلا هو ما بيقعد الوقت الطويل اللي هو بيطلعه، بس بيكون محل، يعني محلي بالبيت، سواء بحاجاتهم باكلهم بشربهم بنومهم موجود بالبيت. يعني احنا متفقين اللي عنده شغل وطلع برات البيت الثاني، يعني الثاني موجود بالبيت سواء انا او هو، هذا الشيء لازم يكون حياته موجود ومتفق عليه. جو عيب المرأة تصرف على رجل؟ العيب انه ما يصير في مشاركة، يعني مثل ما قالت في اتفاق قبل، شخصين عندهم قدرة انه ينجوا، والشخصين بيكونوا عم يتولوا سوا مسؤولية البيت، بس شخص فقط يصرف على الآخر لا، أنا ما بحبذها شخصياً. في تعاون، في اثنين قررنا نبني بيت، واثنيناتنا بنشتغل إنه نبني بيت. رنا شو ناقص الدراما لتتناول موضوعات جريئة خارج الأكشن والعنف والرومانسية؟ ناقصها هيك تفوت بالقاع حقيقة، ناقص تفوت بالقاع هيك بالعمق، تكون دراما بتشبهنا، بتشبه حياتنا، بتشبه مشاكلنا، بتشبه ظروفنا. شو المشاكل اللي بتتمني انها تعالجها الدراما؟ علمونا بالمجتمع انه الرجل ما بيبكي والدموع فقط هي للنساء، ظلم الرجل بكبت المشاعر؟ هلا لانه مجتمعنا نوعا ما ذكوري كمان هيك كان، هلا بعده بس انه عم بخف، بس ايه بمكان ما بتلاقي الامراه بتعبر اكثر من الرجل. ولليوم عم ننادي انه لا، كلنا بحق لنا نعيش، كلنا تعبروا عن مشاعركم، اكيد كل انسان لازم يبكي، لازم يعصب، بس يبكي ويعصب ومزعوج، كل هول لازم نعبر عن مشاعرنا لحتى نقدر نعيش. اي متى اخر مره بكيت؟ امبارح، بس مش بكيت صراحة قد ما في ضغط على راسي، واللي وعم حضر حالي كمان عندي انترفيو، سو كثير في ضغط على راسي وكثير في ركض، وفي هيك عم بعمل كثير افور لحتى العالم كمان تعرف شو العلاج بالدراما، فانه ضغط شغل وهيك وصلت لمرحلة عملت بلوكاج على وشك انه بدي ابكي، فنزلت كم دمعة، بس انه مفيد لانه اليوم انا انك تظهر، هيدا هو علاج البكاء، اكيد عمل تطهير، هو تفريغ مثل ما قلت. رنا اي متى اخر مره بكيتي؟ اليوم الصبح. اوف ليه؟ وقت بدي اطلع اجي على لبنان، ف بوست اولادي وانا نايمين، كل حدا بتاخد وقت، انا عم بوسهم بكيت حقيقه، بكي يعني نزلت دمعتي هيك، عصني قلبي انه تاركتهم بدي اطلع. طب شو رايك بدموع الرجال؟ بحب التعبير عن المشاعر، بحب التعبير عن الذات، فانه لما الواحد بيبكي فبيكون بيعبر عن حاله. شفتي شي مره زوجك محمد عم بيبكي؟ مره واحده، اول مره بتعرف عليه وقت كنت عم صور تعرفت عليه بفيلم الرابع بتوقيت الفردوس، فنحن عم نشتغل بالمشهد كان قاعد هو ورا المونيتور، وطبعا هيك كثير عم نحكي بس بالشغل وكذا، ومشهد كثير كان صعب وفيه حس عالي، فهيك بلحظه شفته هيك داير على جنب ولمست هيك يعني هيك بسرقه انه هيك بعينه في لمعه، بس هي هي المره ايه ما بشوفها عم يبكي. لا محمد كتوم، يعني محمد كثير شخص كتوم، وهيك كتوم يعني. ولا ما بيعبر؟ لا بيعبر بس كتوم، حتى وقت بده يعبر ما مو يعني هو له هيك الكهف الخاص فيه، بيروح عليه بيقعد، في له خصوصيه كثير، ما 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 يعني ما انه بيبكي شفته عم يبكي قدامي، لا بس هيك لقطه دمعه بعينه. بتشكركم لوجودكم معي الليله، كنتوا بتجننوا بهالحلقه حبيبي، حوار معكم ممتع جدا. شكرا.
ثانك يو. وانا كمان تشرفت فيك، تشرفت فيك. وحلو انه انتم كنتوا بحلقه الاخيره حبيبتي مسك الختام. ان شاء الله يكون مسك الختام. ان شاء الله يا رب يكون هيك حلقه حلوه وتشرفنا فيكي. وانا كمان. على مدى حلقات دارت بوصة ضيوفي ووقفت أمام محطات حياتهم، وهلأ إجا الوقت لتدور بوصلتي وتخدني على محل تاني. إن شاء الله ما بطول الغيبة وتتقاطع مساراتنا بمحطة دايماً أحلى. ما رح أقول وداعاً، رح أقلكن إلى اللقاء. تصبحوا على ألف خير.